طب لما واحدة بتجي لك وتقول لك أنا عايزة ألعب باليه، ما بتسألهاش أنت ليه عايزة تلعبي باليه؟ لا بسأل طبعا. في ناس بتقول لي أنا عايزة أتشهر، في ناس بتقول لي أنا عايزة أطلع المسرح، يعني أنا جات لي واحدة وبنوتة بتقول لي أنا عايزة أحط مكياج. بس هي بالنسبة لها الباليه مكياج، احنا عايزين هي نشوف مش العرض فاهمة. التاني يا ايفان أوكي عشان الوقت ما يسرقناش. أوكي نشوف رميساء سوان ليك. رميساء، رميساء اوه ذات الرداء الأبيض. ميرسي.